ومن الأخبار المفرحة برضو تألق أبطالنا في ألعاب القوى وتأهل 5 لاعبين مصريين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أيضا بجانب حصد 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية لألعاب القوى بالكاميرون. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا على التليفون دكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وألف مبروك طبعا التألق لأبطالنا. كده اجمالي المؤهلين لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 تقريبا وصلوا لكام يا فندم؟ صباح الخير استاذ جمال، صباح الخير مصطفى. استاذ مصطفى اهلا وسهلا، شكرا لدعوتي في برنامج. قبل ما اتكلم على المؤهلين لازم ابارك مع الوزير الدكتور اشرف صبحي تجديد الثقه له، هو من احد اسباب نجاحنا في التاهيل، ومن هو يعني هو الهدف الاسلام الرئيسي، هو دايما دعمنا ويعني ولهذا السبب احنا حاولنا نأهل اكبر عدد. لكن انا طبعا مبسوط بتأهل 5 لاعبين وفي انتظار تأهيل لعيبه اسراء اويس يوم 7. يوم 7 ده بيبقى اخر ميعاد مثل التأهيل لإعلان التأهيل، عشان لسه التأهيل بتبان من يوم 2، ولكن في لنا الحق ان انا اعترض على بعض لو في خطأ، او في ممكن حد يتصعد لو في اصابات في المؤهلين اللي في لسه التأهيل. فانا عارف ان في لعيبه انجليزيه مصابه واعلنت انها مش هتشترك، فيوم 7 ان شاء الله اسراء هيساعدوها للمركز 32، وبالطريقه دي هتشترك ان شاء الله في باريس. اما اللاعبين الاخرين اللي هم كلهم رني، واحنا يعني معروفين في مصر طول عمرنا بتفوقنا الافريقي في مباريات ردات الرن. فعندنا طبعا ايهاب عبد الرحمن متأهل، وعندنا لاعب تاني مصطفى عبد الخالق في الرمح، برضه الاثنين في الرمح، ومصطفى عبد الخالق ده جديد شاب صغير لسه وطالع، وعندنا مصطفى الجمل في المطرقة، وطبعا هو برضه لاعب من المؤسسين يعني من القدام في المطرقة، وعندنا في الجولة لاعبين مصطفى عمرو ومحمد مجدي. أنا مبسوط من حاجة إن في 2 متأهلين في الرمح واثنين متأهلين في رمي الجله، دفع الجله. ده بيساعد دايما لما اكون بحط كله على لاعب واحد طبعا، لو حصل له حاجه برد اي حاجه ما نامش كويس يبقى خلاص خسرته راحت. اقول لو في 2 الفرصه طبعا بتزيد للنجاح في البطوله. يعني احنا فرصنا كده يا فندم نقدر نقول ان هي افضل في اولمبياد باريس بعد التاهل اللي حصل في الكاميرون؟ هو انا ما قلتش هجيب ميداليه، لكن احنا عندنا العاب القوه لعبه بيلعبها العالم كله، يعني المنافسه بتيجي من 250 دوله، ويعني حتى البلاد الصغيره اللي ما عندهاش موارد بيبقى اود اعمل لهم ميداليه، عشان دي مبنيه على الموهبه البحته. يعني انا مثلا لو عندي حد بيجري بسرعه او حاجه بسرعه، هو ما بيجيش لو امريكاني او جيبوتي او بتاع، هو يجري بسرعه بشويه تمرين هيبقى بطل كبير. فعشان كده المنافسه بتبقى شديده. انا بامل ان في يعني عدد منهم يخش في الثمانيه، اخر الثمانيه يعني النهائي، يعني بعد ما ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى، شكرا لحضرتك يا فندم.